وتحدث كلاما حول المستمع من مستمع الى مستمتع، ثم نقل الحاضرين الى مرحلة الابداع. دكتور غنيم، حضوركما في بيت العيلة كما نطقتم شرف للمكان، ويشرف المكان بوجود امثالكما وفي تكوين شخصية العالم الجليل الذي تميز جينيا وبيئيا، ووجوده وجود مثل حضرتك سيادتك ومعاليك كما قال الأستاذ الدكتور مخزنجي دليل على أن استنساخ آلاف غنيم ليس غريبا أن يحدث من مصر، وليس من عاصمة ولكن من مكان. دكتور غنيم، ستجد الفلاح الذي أوصلته القطار ووصيت عليه نور في آخرتك، وما يحدث الآن هو تكريم رباني غير مرتب. وإن كان هناك شك لزملائي بمجلس نقابة النقابة العامة للأطباء، فأنا بعتقد أن هذا الحدث في هذه الدورة هو الحدث الإبداعي المتميز الذي قلما يتكرر. شكرا. دكتور محمد أبو الغال، تفضل. استاذنا دكتور محمد أبو الغال، تفضل. شكرا. انا ما طلبتش كلمة، بس انا يسعدني ان انا اتكلم. اولا اشكر الدكتور مخزنجي على الكلمة الجميلة اللي قالها وعلى الكتاب الجميل اللي صاغه. الحقيقة محمد غنيم جراح شاطر، انما في مصر 100 جراح شاطر. محمد غنيم باحث ممتاز ولو ابحاث قوية جدا موجود، بس في 20 باحث كويسين جدا في مصر، في ناس مديرين مستشفيات كويسين، انما مفيش غير واحد بس في مصر اللي هو كان يقدر يكسب فلوس ويفتح عيادة ويشتغل، وفضل انه يفضل في الخدمة العامة ويخدم المريض وياخد مرتب يعيش بيه طول عمره، ويعيش في مكان بسيط، مكان متواضع جدا. انا طبعا رحت بيته كذا مرة، لانه مش مهتم بالحياة المادية دي، مهتم بالانسان المصري وبتقدمه. محمد غنيم هو الانسان اللي جمع كل الحاجات دي في قلب بعض، وفي باله طول الوقت مصر كوطن، المواطن المصري ومستقبله، الغلبان والفلاح هيعيش ازاي، هيعمل ازاي. طول الوقت زعلان وقلقان ومتنرفز، لانه مش شايف ان الدولة المصرية عبر السنين من سنة ما اتخرج سنة 60 لغاية دلوقتي، كان عنده أمل إن الدولة المصرية كل شوية تعمل حاجة تواجبه ولو 5% 10%. لا، الحكاية دي ما بتحصلش. إحنا كلنا سعداء وفخورين بمحمد غنيم. أولا أنا عايز أشكر دكتور مخزنجي على المقدمة. المقدمة قطعة رائعة من الأدب الرفيع، ودي مسألة يعني كانت مهمة في الكتاب. الحاجة الثانية إن الحالة الاستثنائية بتاعت الدكتور غنيم موجودة في حالة استثنائية كتير، موجودة حالة استثنائية، الدكتور أبو الغار حالة استثنائية، مجدي يعرف حالة استثنائية، مصر مليانة بالحالات الاستثنائية. وإنت لما تقابل الدكتور غنيم تلاقيه بهذه القامة شديد التواضع، وإنه يعني قدامك مش عارف حاجة خاصة، هو عالم كبير. وفي ناس دلوقتي في حياتنا الحالية ما فهموش حاجة أبدا، وفاكرين نفسهم إنهم فهموا كل حاجة. دي مسألة خطيرة جدا، هذا درس مهم جدا. الحاجة الثانية إن إحنا طول النهار نتكلم على الكرامة، الكرامة، الكرامة. الكرامة حققها الدكتور غنيم، إن هو أعاد الكرامة للبني آدم المصري. أنا عندي تجربة شخصية بيه، أنا أزعم إن أنا صاحبه، ولما عي أخويا فقلت له عايز أوديه عنده عشان عنده حاجة فكرة خطيرة، قال لي شوف يا أستاذ تروح قدام الشباك تقطع ستار بجنيه وتدخل.
بعد ما يدخل بالتذكرة بالجنيه دي تبقى ملك الزمان. أكل شرب لبس عناية شيء يعني فعلا هي دي استعادة الكرامة. عشان كده الفلاحين في المنصورة يعشقوا عشقا كثيرا لأنه أعاد لهم الكرامة، أعاد لهم إنسانيتهم. هو ده قيمة الدكتور محمد قولي. أستاذ سامي عرابي وبعدين نتنقل للناحية الثانية. في سيرة العالم الجليل محمد غنيم صورة مضيئة لعالم مهموم بواقعه مع حرصه على الثراء المعرفي والتجديد الإبداعي. فلم يزن الدكتور غنيم نفسه في زاوية اختصاصه الضيقة، بل تنوعت اهتماماته بين الطب والسياسة والرياضة والفن التشكيلي، وجعل من العلم وثيق الصلة بأرضيته الإنسانية والأخلاقية. راعني في الكتاب إيمان الدكتور محمد غنيم بحق الفلاحين المرضى في رعاية صحية مجانية بمنشأة جيدة، ولم ينسى للمنصورة ولشعبها تحمسهما وعطاءهما لإنشاء مركز الكلى والمسالك البولية. ولذلك أقدم هو وفريقه البحثي على كسب معركتهم الكبرى ضد البلهارسيا في الدلتا التي تصيب الناس بالحصوات والفشل الكلوي والسرطانات المختلفة، وأشهرها سرطان المثانة بأنواعها المتعددة. لذلك عندما انتهيت من قراءة السيرة الذاتية والعلمية لأستاذنا محمد غنيم تذكرت كلمة جان سارتر في تقديمه لكتاب معذب الأرض لفرانز فانون. يقول جان سارتر إن العالم الثالث يخاطب نفسه ويكتشف نفسه بهذا الصوت، ويعلم الناس أن هذا العالم ليس متجانسا، وهو ما آمن به الدكتور غنيم وأفاده من دروس أساتذته العظام الدكتور عبد الفتاح يوسف والدكتور محمود بدر والجراح الفذ إسماعيل السباعي. وسافر إلى إنجلترا وأمريكا وكندا وانخرط في العالم بتياراته الطبيعية ونظرياته العلمية ليبحث عن المعنى والجوهر في هذا العالم من أجل بلد أكثر عدالة وأكثر إنسانية. عندما ذهب الدكتور غنيم اتصل بنقابة الأطباء سنة 2008 ليذهب مع قافلتها إلى غزة بالتنسيق مع نقابة الأطباء العرب، وكان بها 26 طبيبا. كان أهم ما اهتم به أنه طبيب طوارئ في الحرب يقدم ما لديه من علم وفي العلاج والجراحات، واهتم بشكل عظيم ما مستوى التشخيص في دار الشفاء بغزة، فوجد أن مستوى التشخيص ضعيف جدا، فاتصل بشركة ستورز الألمانية للمناظير لمد دار الشفاء في غزة لمجموعة متكاملة من المناظير الخاصة بالمسالك البولية، وهو ما تحقق بالفعل، وحققت على يديه مستشفى غزة تقدما عسكريا في مواجهة العدو الصهيوني بفضل هذه المبادرة العلمية الطيبة. الدكتور غنيم قيمة عظيمة. عندما قرأت الكتاب لم ينسى الدكتور غنيم الفضل لزويه من أفراد ومن عمال ومن فنيين ومن مهندسين وكل من عمل معه في قسم 4 بمستشفى المنصورة، وثمن بشكل خاص جهد الأستاذين الدكتور أحمد بيومي والدكتور عادل بكر وما بذلاه من جهد. فالدكتور غنيم على حد تعبيره لم يكن يبني اسما ولكن يبني قسما صرحا علميا شامخا، وهو ما شهد به الطبيب الأمريكي أورلندنا في شهادته أمريكي في المنصورة. أشاد بالجهد العظيم الذي قدمه الدكتور غنيم للعالم وليس لمصر، كما شهد به ماركوس هونفيرمر رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى هايدلبرغ، وللأسف عكس جميله لمصر على الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما ذهب إلى هناك مرتين امتنانا بفضل الدكتور غنيم عليه وفضل مصر عليه.
قيمة الدكتور هنان العظيمة أن هو في مذكراته العظيمة هو اقتران الرأي بالشجاعة والوعي بالدور المسؤول، مؤكدا أن العدالة والصدق، العلم والحقيقة، الفن والجمال قيم عظيمة تستحق أن ندفع حياتنا ثمنا لها. عاش الدكتور هنان وعاشت مصر جديرة به وبعلمه العظيم. وشكرا. دكتور محمد حسن خليل. ممكن اقول حاجه يا باشا؟ اتفضل. يعني كفانا كثير من الاطناب يعني، واتوقع اسئله او استفسار او نقد او تحليل، يعني الاطناب كفايه. كتر خيركم. دكتور محمد حسن خليل. وجود الدكتور محمد غنيم في حد ذاته بدون أن تعرفه وأنا عرفته وليس بشكل وثيق هو قيمة، بجانب الصفات العظيمة التي أزاح عنها الستار الدكتور محمد المخزنجي من غيرية ومن امتنان وغيرها. أرى أن أحد أهم القيم التي نتعلمها من سيرة الدكتور محمد غنيم دون أن تعرفه هو فن السباحة ضد التيار، لأننا من السهل على أي نابه التفوق العلمي والمهني والفني في الخارج حيث هناك نظام، لأن الحضارة نظام، ولكن من الصعب جدا البناء في مصر. فالبناء في مصر هو سباحة ضد التيار، ونحن نعلم أن هناك في مقابل كل 99 يلعنون الظلام هناك واحد يضيء شمعة، والدكتور محمد غنيم مثال على هذه الشمعة. أما عن الدكتور محمد المخزنجي فهو منذ معرفتي به منذ 45 عاما، وكان طالبا في طب المنصورة وكنت طالبا في طب عين شمس، وجمعنا سياق من الانتماء الحركة الطلابية في ذلك الوقت. فهو إنسان متفرد، كان قصاصا قصيرا، ولكن قصصه كانت شعرا منثورا، وكان يحفظها كما يحفظ الشعر، وكان يرويها بأسلوبه الجميل، وكان في نفس الوقت صاحب تجربة حياتية غريبة واسعة جدا وممتدة جدا، وكنا في أوائل العشرينات، وكان أحيانا يأخذ طعامه في لفة ويخرج يجوب قرى ويرى مشاهدات لكيف يعيش الناس، وكان يحلل بعمق وأشياء من هذا النوع. وأنا في الحقيقة أقول فقط في النهاية تمجد المادح والممدوح. دكتور دكتور طبعا هنرجع تاني ورا. انا مقدر ان في كلمات كتيرة عايزين ان حضرتك عايزين تتكلموا بيها، بس لو امكن سريعا. طيب انا هغير الكلام شوية. الاول انا سعيد جدا ان انا اكون موجود في دار الحكمة في بيت العيلة الكبير، وانا نقيب اطباء الدهرية، ويكون موجود دلوقتي استاذنا الدكتور غنيم واستاذنا الدكتور مخزنجي. فانا اكتر واحد فيها وفخرا من كل الموجودين هنا وفي مصر كلها. كلمتين بس عايز اقولهم دكتور محمد. حضرتك قلت حضرتك محظوظ، حضرتك مش محظوظ، لان في كتير كانوا قدامهم فرص في ايديهم وما عملوش فيها حاجه. حضرتك استخدمت الاستخدام الصحيح اللي حضرتك ربنا اداهولك، فحضرتك مش محظوظ. رقم واحد. رقم اثنين، المنصوره الدكتور غنيم لما بدا يعمل سنتر ومركز في المنصوره للمسالك، في كتير في المنصورة دلوقتي عامل مراكز في المستشفيات الجامعية وغير الجامعية، محدش فيهم اتقال عليه مركز الدكتور فلان، ده المركز العيون، ده المركز الأورام، ده المركز الجهاز الهضمي، بالرغم ان هم وانشغلوا بقالهم سنين طويلة لسه بسميه زي ما هو. الناس المنصورة ما يعرفوش يعني مركز المسالك والكل، الناس يعرفوا مركز الدكتور غنيم، ما يعرفوش يعني مركز المسالك والكل خالص. دكتور محمد حضرتك السؤال اللي انا عايز اقوله، ليه حضرتك رفضت تتقلب مناصب قياديه علشان تنفذ الافكار اللي حضرتك نفسك
بدل ما تنفذها على مسالك الكلى بس تنفذها على مصر كلها. طب انا عايز اسمع منه. طيب حالتين كانوا في وزارات في مراحل انتقاليه، لا لست استطيع ان تؤدي فيهم عملا على المستوى الاستراتيجي تغيير. وكل اللي حاولناه مع اخرين ابو الغار وجورج وعلاء الاسواني واخرين وكثيرين ان احنا نحاول التغيير الحقيقي عن طريق العمل السياسي. في واحد صاحبي فرنساوي استاذ في جامعه ليون ممتاز جدا، كريستيان دي برنار، هاي له فتره قال لي انا عشان في السياسه وانت عاوز تغير مصر سيبك من المسالك دي، مش هتغير مصر، هغير مصر بالسياسه. هو ابتدى وبقى نائب في مجلس ممثلي الشعب هناك، احنا حاولنا يعني من خلال عمل سياسي على قد الواحد ما يقدر يعني في سنه وكذا، حاولنا. يمكن المحاولة لم تكلل بما كنا نرجوه، بما كنا نتطلع إليه، نرجو أن يكون حظوظ أجيال قادمة أفضل بكثير. ده التغيير الحقيقي. لا استنى، انا الحقيقه شهادتي في الدكتور محمد المخزنجي هتبقى مجروحه لان احنا اصدقاء من عمر كبير، لكن شهادتي مع الدكتور الغنون اعتقد انها صادقه ولا تقبل التجريح. الحقيقه الدكتور الغنون لما اتكلم عن مسيره عمل المركز هو يتكلم ببساطه وسهوله، يمكن يعني ما حدش يقول الصعوبات اللي قابلته، انا شاهد على وجيلنا كله، وفي هنا ناس على فكره من طب المنصوره قاعدين كتير. الدكتور منين لما ابتدى فكره زراعه الكلى كان شبه مجنون، بيتقال عليه انه مجنون، وتقدم فيه شكاوي في مباحث امن الدوله انه مجنون، كنا بنشوفه هو، لان ما فيش بيت حيوانات في كليه الطب، فكانت الكلاب بتبقى موجوده فوق السطح لو تتذكر حضرتك، وينزل بنفسه يشد الكلب اربع ادوار. ولذلك اللي عمله يعني هو قال كلام ازاي الامور تطورت، لكن ما اتكلمش على كم المحاربه وكم الاصرار والمعاناه اللي عاشهم عشان يعمل ده، ما اتكلمش ازاي انه ايه. يحول الفلاحين وفي منطقة ريفية إلى تمريض كفء، إلى إدارة كفء، إلى أنهم يحافظوا على المكان النظيف بتاعهم. ولذلك الدكتور هنين مش مجرد طبيب مشهور ودولي، يعني في المنصورة زي ما بيقولوا إذا كان مركز هنين هنين ولي، الناس اللي طلعت من المركز وشافت رأي هنين مهم جدا، وده بعدان بعد الحراك ولما ابتدى الدكتور محمد غنيم يحصل له التحول انه يكتشف ان تغيير المجتمع مش بس من خلال المركز ولكن من خلال العمل العام، الناس ابتدت تصدقه وعمل دور كبير جدا في ثوره 25 يناير. هو الدكتور محمد عاوز نقد للكتاب وملاحظات، الكتاب جميل جدا لانه بيتعرض لجزء من تجربة الدكتور محمد غنيم بعد المركز وفي الحياة العامة. أنا كان لي ملاحظة واحدة بس، وأنا يعني زرت الدكتور غنيم في بيته وعارف إن ورا الدكتور محمد غنيم امرأة عظيمة. أنا ما شفتش صورة واضحة للزوجة العظيمة اللي ورا الدكتور محمد غنيم، وانا ما اعتقدش ان الدكتور محمد غنيم محافظ بفكره، وانا عارفه كويس. دي ملاحظه. في سؤال تاني، دكتور غنيم اشار الى بدايه مهمه له في الحياه السياسيه لما كان طالب، وهي بدايه المجموعه البعثيه اللي كانت موجوده، ودي مجموعه اثرت كتير جدا في تاريخ مصر في فتره معينه.
انا اعرف الدكتور غنيم وسمعت بشكل كبير جدا على انك بعد هذه التجربه اقتربت من اليسار المصري فيما بعد في فتره ما في مبكره برضك. ما قريتش هذا الكلام رغم ان في كلام بيتناصر. يبقى بس ملاحظه اخيره ان زي ما الدكتور غنيم كان عنده اصرار وكده هو لقى التربه المناسبه لمشروعه. يعني فعلا هو يتمتع بذكاء اجتماعي خارق وذكاء سياسي خارق. اهل المنصوره واهل الدقهليه اكثر ناس بيعملوا مشاريع بجهود الذاتيه. ولذلك تبرعاتهم ودعمهم للمستشفى وللمركز كانوا يومين كتير جدا. استطاع ان يتواصل مع سياسيين نجحوا مشروعه زي المرحوم ممدوح فوده وزي رأفت سيف وتجربه المركز من سمنوت عمل مركز اخر. كل دي بتبين ان فعلا ما لم يكن نفاد مصطفى. عجبك النقد؟ شكرا. شكرا ما عجبك. نسمع حضرتك. نسمع راي حضرتك دكتور الدكتور علي نصران وبعدين الضيف الكريم وبعد تفضل. هو انا حضرتك ذكرت بس ان في كان فتره لكن كان مسؤوليات العمل جسيمه مسؤوليات جسيمه جدا وكل فتره مسؤوليات تزيد. يعني لا تتخيل ان انت تتسلم عطيه دي عطيه ربانيه حاجه اكبر من احلامنا يبقى في مركز بهذا الشكل وانت مسؤول عنه ده واخد اهتمامك بالكامل. لكن طبعا اذا كنا بنتكلم على مستوى علاقه الانسان بمصر فهو دي قصه ثانيه وهي العمل السياسي. قد يكون عمل سياسي ايجابي او الذهاب الى استفتاء او عدم الذهاب الى استفتاء يعني بس ده العمل السياسي المستويات او تنزل الشارع تعمل مظاهره او تعمل مسيره او تكتب مقال كلها اشكال مختلفه من محاوله تغيير الواقع. انا سعيد جدا بوجودي في يعني هذه المناسبه الجميله وجودي في نقابه الاطباء. والحقيقه الدكتور غنيم دلوقتي يعني حطني في موقف محرج لان هو قال انا مش عايز مديح. فانا ليس لدي الا المديح الحقيقه دكتور محمد وانا شرفت بان انا اكون قريب من دكتور محمد غنيم وشفت انه ملهم فعلا. يعني ليس من قبيل الصدفه انه كاتب كبير زي الدكتور محمد المخزنجي يتحمس لمثل هذا الكتاب لانه هو محمد دكتور محمد غنيم ملهم عنده اجابات على اسئله كثيره جدا واشكاليات كثيره في الواقع المصري هو بيجيب عليها عمليا. يعني من ضمن مثلا فكره علاقه الطب بالفقراء يعني الفكره واضحه عنده خالص. واذكر ان احنا مره اتكلمنا فبقول له على المركز فقال لي لا انت المريض الفقير بيتعرض لنفس الالام زي المريض الغني فيجب ان يعالج بنفس الكفاءه. ده على بديهيه هذه الفكره انما للاسف كما نعلم منطقه منتشره في مصر فكره انا بسميه يعني سلطة الحب لما تروح مع الدكتور محمد غنيم اللي معروف في المجتمع المصري هو ان الناس تحتفي بصاحب السلطه. ده جزء عندنا بقى ممكن يبقى في الجينات يبقى من مشاكل او من طلع عندنا بالاستبداد انما انا شفت ده كتير جدا. اذا كنت رئيس مجلس اداره او مساعد وزير او وزير الناس تحتفي بيك مجرد ما تطلع المعاش ممكن حتى يعني ما يسلموش عليك في الشارع. لما تروح مع الدكتور محمد غنيم كما حدثت في المنصوره لا هناك سلطه للحب. يعني هو
صاحب سلطة في الشارع ومع الناس وسبب السلطة دي مش انه عنده اي سلطة يعني حكومية ولا نوع سلطة الحب للناس فعلا بتحب عنده اشكالية اخرى الحقيقة هو حطها علاج فكرة العلاقة بين العمل العام وبين العمل المهني لانه طبعا انا يعني برضو ده يعتبر تحفظ على استعمال كلمة سياسة نحن نقول العمل السياسي الحقيقة ان السياسة لفظ لا يستعمل بالمعنى العلمي الا في المجتمعات الديمقراطية يعني انت لما تقول سياسي او رجل سياسي يبقى عندك برلمان ويبقى عندك انتخابات حقيقية ويبقى عندك احزاب حقيقية ويبقى عندك ما يبقاش عندك قانون طوارئ وبالتالي فيبقى فيه مجموعة من البوليتيشنز دول سياسيين دول عندهم افكار عايزة تتطبق فبيسعوا للسلطة عن طريق الانتخابات عشان يطبقوا افكارهم اللي بيحصل في مصر او اللي احنا اشتركنا فيه هو ليس عمل سياسي ليس عمل سياسي هو معركة تحرير معركة تحرير هذه البلد من الاستبداد المنتشر في اوساط كثير جدا من المهنيين والمثقفين نوع من الفكرة اللي انا طبعا ضدها تماما هو ان كل واحد يعمل شغله وما لناش دعوة انا مالناش دعوة بالسياسة انا راجل بكتب قصص بكتب حكايات بكتب مسلسلات بعمل كده انا راجل دكتور بشتغل بعمل انا مالناش دعوة بالسياسة بصراحة الحقيقة ده تقاعس عن واجبك لانك انت من واجبك ان تشترك في معركة تحرير هذا البلد من الاستبداد الدكتور غنيم اجاب عمليا على هذا الموضوع على قامته الرفيعة العالية في العلم لا الدكتور محمد غنيم كان بينزل مزارات وبيشم غاز وبيتدرب عليه خرطوش وانا شاهدت هذا الكلام وحضر اجتماعات وقولك المزارع تبتدي منين وتروح فين وبالتالي ما حدش قال طب هو ايه اللي خلى الراجل ده راجل باشا يعني في العلم لا هو الصوره دي العلاقه دي واضحه عنده جدا زي ما هو قال انه فكره ان انت اديت دورك المهني ولا فيك اطلاقا من واجبك العام لان ده واجبك العام كل الموجودين هنا كلهم على مستوى عالي من التعليم كتير مننا اتعلمنا بره لما بنروح المجتمعات اللي بره ونشوف وننبهر بالحريه وبالكرامه وبالقانون هذا الكلام لم ياتي مجانا هذا الكلام اتدفع فيه ثمن وثمن بارز على مدى اجيال لغايه لما وصلوا لهذا المستوى الجنسي فلا يحق لنا ان نشكو اذا لم يكن لدينا استعداد لدفع الثمن دكتور غنيم كان دايما عنده استعداد لدفع الثمن وبالتالي طبعا اضف لهذا بقى ما لمسته شخصيا من تواضع حقيقي وليس زائفا ببساطة حب للناس وقدرة فائقة على انه يعمل حوارات مع ناس بسيطة جدا يعني ويحدثهم فيما يشغلهم مش فيما يشغلهم فالحقيقة انا سعيد واشكر صديقي الكاتب الكبير الدكتور محمد المخزندي واشكر القطر الاطباء انها ادتني هذه الفرصة ان نحتفي بهذه القامة العظيمة اللي دايما هتظل مهمة لنا ولمصر حتى تتحرر مصر من الاستبداد. شكرا. نقابة الأطباء انه يعني خلانا يعني في هذا اليوم اللي بعتقد انه اتصدرت لينا حالة من السعادة من عنوان الكتاب ومن طبيعة شخصيتين اللي احنا بنشارك في الاحتفاء بيهم وبشكر مجلس النقابة وبشكر الطبيب شاب بتصور ان هو المسؤول عن الصالون الثقافي وعن التحضير لهذا اليوم انا يعني بحييه لانه قيمة انه يبقى في العمل النقابي شاب بهذا الحماس انا بقدر ده دعوة المستقبل بخير يعني
الحقيقة محدش دكتور غنيل يعني مش قامة، هو جوهرة. والدكتور محمد المخزنجي استطاع بصفاء عقله وبالكتابة الحكيمة والعميقة اللي احنا كصحفيين بنحسبها لو بغير منه، ان هو يستطيع ان هو يدينا تفاصيل هذه الجوهرة ويقدمها لينا بطريقة بسيطة ومغرية في التقليد لأنها وصلة. فكرة السعادة الواجب بني آدم بيأديه دون مقابل، فأنا كواحد في العمل العام ربما تبدو شخصية الدكتور غنيل وآخرين نماذج كثيرة موجودة في مصر هي ملهمة لحد بيأدي عمل بيرى أنه واجبه تجاه آخرين ولا ينتظر أي مقابل إلا إحساسه بسعادة لبعض يراها إنها نوع من العبث وتضييع الوقت وفقدان الخسارة وما تشوفش الولاد وما تجيبش فلوس وما بقاش عندك حاجة يعني حاجات، لكن في كل هذه الأشياء التي يرى البعض أنها خسائر يراها آخر أنها تطفي السعادة عليه وتطفي سعادة على آخرين. أنا بسأل الدكتور غنيم النهاردة بقول له وأنت في هذا العمر وهذه الخبرات وهذه المكانة الرفيعة وهذا العطاء، كيف ترى هذه القيمة على جيل محبط ومنكسر وفاقد الأمل ويرى ربما يرى معنى السعادة في أنه يهجر الوطن أو أنه يتخلى عن دوره في انتزاع حقه في مستقبل أفضل؟ إيه الرسالة؟ هو شايف المسألة دي زي بالنسبة لهذا الجيل اللي احنا لازم نهتم به، وإيه الرسالة اللي حد يوصلها لهذا الجيل من بعد كل هذا المشوار؟ يعني بشكر مجلس نقابة الأطباء على أنه خلانا في حضرة هذا القامة العظيمة وهذه القيمة المهمة، وشكرا جزيلا. اليوم دكتور محمد غنيم لنتعاون معا على أن تساعدنا على بحث مسألة التفرغ للعمل الطبي في مصر في مقابل أجر معقول ومواجهة التوريث في المهنة الطبية والالتفات إلى رعاية الشعب من خلال العناية بالمرأة المصرية والصحة الإنجابية. نحتاج منك يا محمد غنيم إلى دورة سنوية لمدة يومين تعقدها النقابة باسمكم أو باسم من يريد لمتابعة الدراسة لتطوير الأداء الطبي وكفاءته وإخلاقياته والحصول على حق العلاج لكل مصري والسيطرة على الزيادة السكانية والاهتمام بالمؤسسات الطبية في وادي النيل بمساهمة مصرية. نحن في انتظار سلوكيات وأخلاقيات محمد غنيم ورفاقه وزملائه الكثيرين في هذه الجلسة، وأتوقع منكم أن نعقد مؤتمرا سنويا لمدة يومين لكي ننظر إلى الممارسات الطبية في مصر نظرة جدية تؤدي إلى انتقالنا إلى نقلة جديدة. شكرا لوجودكم أيها الأخ العزيز. وريم حضرتك عايز تعقب على حاجة؟ تمام. الداعي إن احنا حاولنا بقدر المستطاع بشكل سياسي عام وبشكل نوعي فيما يختص مثلا في لجنة الخمسين كانت هناك معركة حامية على تحديد نسب معينة من نسب المال القومي للصحة والتعليم والبحث العلمي. بعد كده مشاركة مع الإخوة من النقابة اجتماعات مطولة تم صياغة مشروع منظومة صحية جديدة لمصر قدمت لكل المستويات أصحاب القرار كل مستويات على الله المستعان. كذلك كتبنا كثيرا على موضوع ضرورة
تغيير قانون الجامعة على وجه التحديد. لا يجوز أبدا أن يكون الأستاذ الجامعي غير متفرغ. طبعا يعني يعطى يعني مرتبا يكفل له حياة كريمة. فعلى الله المستعان على ما تصل إليه. نقابل حضرتك او نعمل حتى جزء بس حضرتك في حاجتين البدايه والاستمراريه. انا اشتغلت قبل الميكروفون والنبي خليه كده اتجاه البوك. انا اشتغلت في وزاره الصحه وفي الاداريات في الوزاره وفي المديريات. فعلا عمل نظام صحي في مصر ما هوش موضوع يعني تكلفه ماديه، الفلوس متوفره في الوزاره بزياده، موضوع سيستم وموضوع ناس مؤمنه انها تعمل خدمه طبيه للمرضى وسهل قوي نعملها، لكن انك تخش جوه النظام ده كان صعب. حضرتك البدايه كان السادات عامل لحضرتك سبورت، زياره السادات لحضرتك 79 وبعدين السادات مات 80، ما بعد السادات مين اللي عمل حضرتك سبورت انك تبتدي؟ وبعدين البنجرنس. الحاجه الثانيه حضرتك قلت ان 60% استقلت بالمركز و60% من الميزانيه بتيجي من الدوله. ال 40% التانيين حضرتك يعني قدرت توفرهم ازاي؟ اديت كمان اعضاء التدريس تقدم لهم مرتبات بصوره حضرتك لائقه بيهم بحيث يتفرغوا للعمل فتره طويله في المركز نفسه. 90% من الخدمه الطبيه حضرتك قلت انها مجاني، الخدمه الطبيه الجيده محتاجه تكلفه عاليه جدا، اعلى ما اي حد يتصور. مكافحه عدوى، جوده، مستلزمات، اشعه، اجهزه حديثه. حضرتك كل الحاجات دي وفرتها ازاي؟ يعني او التمويل بتاعها جه منين؟ شكرا لحضرتك. لكن اتصور في النهايه اللي كان فيه عده عناصر مكتوبه في اللائحه الداخليه للمركز اعتقد ان هي كانت في الاخر ايجابيه. لان كان اي ايرادات للمركز اللي هي مش تبرعات، لا انا بتكلم على علاج علاقه في الدوله او التامين او خلافه، كان يقتسم مناصفه بين العاملين والاطباء وتوزع وفق نقاط غيرنا فيها وعدلنا فيها، لكن في الاخر لا في نظام. بنسحب ايضا على عاملين مهمين جدا، المستشفى مش الدكاتره. يعني انا بقول احسن قسم في المستشفى عندنا هو قسم الحدائق. هم بيشتغلوا، احنا ما نعرفش بيشتغلوا ازاي، لا عاملين بيننا كويس يعني. لكن يعني هي دكاتره وفنيين ومهندسين كل الاصناف مهمين جدا، اللي هم خلي المستشفى تشتغل من 83 النهارده، يعني ده مهم جدا. لكن في فرق وتغيرات. احنا بنشتغل بلائحه، لكن اللائحه دي سقفها قانون، هو قانون الجامعه، هو قانون زي ما قلت محاكرة فاسد ومفسد الذي يسمح بعدم التفرغ بعد 3 سنوات، واحنا مصرين بدي دي بقى اللي ماسكينها كويس، الذي يسمح بالاعاره لمدد تقريبا غير متناهيه والترقيه وانت معار، يعني وانت في السعوديه هتترقى، ده عمليه صعبه جدا. الترقيه بالزحف، حاجه اسمها الترقيه بالزحف، كل 5 سنين تروح للجنه مشوهه انا عاوز اترقى، يقول لك طيب يا حبيبي، لو قالوا لا تروح شاكي، تروح للجامعه يعني بالترقيه بالزحف. ف كل عاوز يتغير. وخشيتي طبعا احنا ماشيين دلوقتي بالمد الذاتي، يعني ماشيين بالمد. ومع ذلك برضه الحقيقه لازم نقول ان اعضاء التدريس والعاملين ماشيين بالمد، عارفين انهم عندهم حاجه كويسه وماشيه. لكن انا اقول لكم بقى ان النهارده تخصص المسالك الدوليه في 10 في السعوديه والكويت والامارات، وكذلك في امراض الكلى وخلافه. طب انا هديله ما هي ازاي بقى؟ لا احنا عندنا دلوقتي المدرس اللي واخد دكتوراه النهارده مكتوب له دكتوراه وكان هيعمل مجال مسالك بوليه وبتاع، واخد بال حضرتك ياخد 40,000 ريال، المهم له زين اضرب في 5 بقى.
ده هو ما بيفتحش عيادة كمان. لأن أسأل له أن يروح في إعارة 6 سنين ده القانون وبعد بتوع القضاء تفتح زيهم. لو خلي بالك كل الله ده في قضاء في قضاء كتير معارين أيضا 6 سنين مش كفاية. قالوا بقى حق المجتمع والزوجة والأسرة يروح ضارب عقد للزوجة ضاعوا 6 سنين بقوا 12. بعد ال 12 هجيب ورقة مضروبة حاجة على مستوى الدولة يعني اللي عاوزين. فبنشوف دي الحقيقة ناس بتطلع مدرسين كويسين جدا تعليم كويس صرف عليهم كتير صرف عليهم كتير من مش من جيب مش منا لا ده من المؤسسة. وبيقعدوا بيطلع مدرس ويرجع استاذ اعمله ايه؟ فده طبعا عاوز تغيير. فيعني ان شاء الله احنا ماشيين كويس لغايه دلوقتي في انتاج علمي وفي علاج وفي كذا في ماشي ان شاء الله نعرف نغير كل الجامعه حتى يكون يتحول النجاح التكتيكي الى نجاح استراتيجي. طب اساتذتي الكرام الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد ابو الغار اللي ليه برضه كتاب في السيره الذاتيه. انا الحقيقه هركز بان السؤالين للدكتور محمد المخزنجي سؤالين ادبيين. اولا لماذا اخترت هذا العنوان لهذا الكتاب السعاده في مكان اخر؟ ماذا تقصد بالسعاده وماذا تقصد بالمكان الاخر؟ السؤال الثاني هل تعتبر هذا الكتاب نوع من هناك نوع من الادب اسمه ادب الذاتي او ادب السيره الذاتيه؟ وهذا النوع ليس منتشر في الشرق الغربي في الشرق في بلادنا لان هو الكاتب يضطر ان هو يذكر كل مواطن الضعف والقوه للشخصيه وليس يظهر بس الجانب الايجابي فيها. شكرا. اكيد استقطب العنوان ده شعور باني سالت نفسي هل الرجل دكتور محمد غنيم عبر هذه المسيره اللي فيها صدمات ومشاق ونجاحات وزهد وتخلي عن اشياء كثيره بيجري وراها الناس هل هو سعيد؟ فانا قناعتي انه سعيد بدليل انه بيستطيع وهو بيؤدي عمله التقني الجراحي العالي وعمله العلمي يستطيع انه يبقى انسان فرح بالحياه يشجع فريق المنصوره من مدرجات الدرجه الثالثه بحماس يلعب كوره مع فريق المركز في الدورات الرمضانيه كانه شاب يعني بيقضي وقت سعيد انه يتعلم الغوص ويصبح يعني غواص ومصور تحت الماء بارع ويستمتع بالجمال في الطبيعه انه في النهايه مش مدين لحد بحاجه وده كبير قوي. يعني هو يعني في كلامه عن ان ابنه كويس انه ما دخلش كليه الطب لسببين انه اولا لانه عاده اللي بيتبعوا الاباء اللامعين ما بيستطيعوش ان هم يلمعوا. الشيء الثاني العباره بسيطه لكن عميقه جدا وخلانا ما نسالش حد حاجه يعني حرروا من ربقه السؤال. وهو راجل مش مدين فعلا لحد بحاجه يعني المجتمع هو المدين له بالامتنان والشكر. فكان سؤال السعاده سؤال محوري لانه هو في النهايه يعني مشوار كل واحد مننا في الحياه بيبقى هدفه ايه واي سعاده هو بيرتجيها. فالمكان الاخر اللي هو وصل اليه عبر العطاء ده وعبر الزهد فيما يتكالب عليه الناس
وعبر الانتهاء نحو حياة الإنسان الطبيعي العادي اللي مش مصلوب في عيادة ليل ونهار، مع احترامي لأن في ناس أفاضل فاتحين عياداته وبيعملوا فيه. يعني مش مكان مادي، مش ما تقصدش به المنصورة؟ لا لا طبعا مش مكان مادي طبعا، انت يعني بتكلم عن الأدب بالتأكيد في مجاز يعني. السؤال الثاني من فضلك، هل ده أدب ذاتي أو سياسية؟ سلبي. أنا متحيز لظاهرة عظيمة ونبيلة، متحيز، وخاصة أن كل المطاعم اللي أنا أعرف أنها وجهت كلها مطاعم أنا رأيي أنها تفسرها أنه هذا رجل مستقيم على غير عادة الاعوجاج السائد في المجتمع، وكلها مطاعم يعني في نهاية الأمر أنت تحكم على الإنسان من مجمل حياته وعطاءاته وأخفاقاته، فالمجمل كبير جدا لدرجة أنه أي كلام عن سلبيات بيتهافت، وحسيت أنه هو يعني ليس جدير بالانتباه وعندي دفاعات عنه، لكن لا حبيت أذكر لأنها كلها مهاترات وكلها خصومات ضد الاستقامة الأخلاقية والمهنية. شكرا. سمعت يا أستاذ. هو المشكلة في تعريف الكتاب هو مش سيرة ذاتية. لو سيرة ذاتية ليس سيرة ذاتية، كان لابد من ذكر بقى مواطن الضعف والقوة والقصور والسلبيات والإيجابيات يعني، لكن هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية، هو بعض اللمحات على ما احنا ماشيين. عشان هو اللي كان بيسألها الدكتور المخزنجي، هو عاوز يستخلص في الآخر الجزء الثاني المعاني اللي هو عبر عنها بأسلوب أدبي رفيع، فما فيهوش بقى يعني ولدت واتجوزت وحبيت وأنكرت وأبويا ضربني وبعدين وكد، يعني ما فيهوش كده بالسيرة ذاتية مثلا كسيرة ذاتية نمطية. في سؤال كان موجهه للدكتور إيمان يحيى عن صورة حرم الدكتور غنيم. الحقيقة أنا المسؤول عن الخطأ ده، ومسؤول عنه لأني كنت فعلا من الكتاب تأخر نتيجة لطموحي إن أنا أعمل شيء يعني أكبر من كده بكتير، وعندي دايما الهاجس ده إن اللي أنا بعمله كان ممكن يتعمل أحسن من كده، بالإضافة لأنه واجب الوقت، لأني كنت حاسس إن أنا لو مت وما عملتش الكتاب ده هيبقى أنا أخليت بوعدي مع نفسي تجاه قيمة ينبغي الناس يطلعوا على إضاءتها في الطبعات. وفعلا معايا النهاردة صورة، والدكتور غنيم ما هوش راجل تقليدي يعني، ولكن يعني الصورة صغيرة لكن مقام السيدة الكريمة حرم الدكتور غنيم أعتقد أنه في النص معبر عنه بإجلال، لأنها بطلة حقيقية وأصبحت ربما مصرية أكثر من مصريات كثيرات، وبشكل تقريبا موازي لشخصية الدكتور غنيم. نسمع تقييم الدكتور. أنا هستأذنك يا أحمد بعد إذنك، دكتور أسامة وبعد كده أستاذ أحمد هاخد الكلمة كده دقيقة بعد إذنكم، بما إن الدكتور غنيم بيسمح لنا إن إحنا نسأل أسئلة وعفوا يعني فيها شوية مش انتقادات إنما تحديات تشالنجز فعلا. هو المركز من أهم من وجهة نظرنا يعني من أهم مميزاته فكرة اللي تبناها الدكتور غنيم من أول يوم، فكرة التفرغ للصف اللي بيشتغل في المركز ويعمل لائحة تديهم مرتبات أفضل نسبيا من المرتبات بتاعت الأساتذة العاديين في الكليات الثانية أو في الوحدات الأخرى، ويبقى مرتب يعني يقدروا يعيشوا حياة كاملة. الحاجة الثانية إن المركز ما كانش بيقبل حالات خاصة. في أواخر فترة الدكتور غنيم كان بدأ يحصل خلل في الشرط الأولاني اللي هو شرط التفرغ، يعني يمكن قبل 2010 كمان كان بدأ بعض الأساتذة في المركز
يجيبوا حالات يدخلوها في مستشفى النزهة التخصصي مثلا في مصر الجديدة وهنا وهنا ويدخلوها بأسامي أساتذة زملائهم في مصر. أنا أول مرة أقول الكلام ده للدكتور غنيم بس أنا قلته في ورش عمل بنتناقش فيها. بدأ يحصل تسرب للموضوع ده وبدأ يزيد قوي لما الدكتور غنيم ساب إدارة المركز. طب يا ترى كان إيه اللي كان يجب يعمله الدكتور غنيم وما عملوش لتجنب المسألة دي أو علشان ضمان إنه بالضبط السيستم أو اللائحة غير قادرة على منع على الحفاظ على النقطة دي. النقطة الثانية هي دخول حالات خاصة. دايما كان يتقال حق يرد به باطل في معظم مستشفياتنا ان يتعمل قسم للعلاج الاقتصادي او قسم للعلاج الخاص علشان يزود دخل المنشأة ونصرف منه على المرضى الفقراء او على المركز بشكل عام. بدأ يبقى في معركة بعض الزملاء اللي هم في المنصورة بيحكوا لنا عنها ان بدأ يبقى في محاولات ضغط جوه مركز غنيم انه يتعمل نسبة للحالات الخاصة او نسبة للحالات تخش على حسابها لبعض الاساتذة في المركز اللي هم برضو متصورين ان ده هيخليهم يمروا اكتر. وهنا الحجة بتقال في القاهرة ايه؟ ان انا لما يبقى لي مريض خاص جنب المريض المجاني همر على الاثنين بالمرة يعني من جور السعيد سعيد. فبرضو المسألة دي بدأت مبكرا قوي في المنصورة بعد ما الدكتور غنيم ساب لإدارة المركز. فإيه اللي كان يجب اتخاذه من إجراءات لتجنب أو لضمان استمرار المركز على ما كان عليه في عز يعني صعوده في عز وجود الدكتور غنيم؟ بس شكرا. أنا مش قصد أقول أي يعني أصور أو أقدم صورة محبطة سنة بس دي تحديات حقيقية علشان السيستم اللي حطه الدكتور غنيم يستمر. أنا جاوبت على الحكاية دي يعني احنا كنا بنشتغل باللائحة لكن القانون أقوى من اللائحة و ثم لا بد ولا مناص من تغيير قانون الجامعة ضمانا مش لاستمرار بس مركز المسالك الطبيه لكن كل المراكز العلميه والبحثيه والتعليميه والعلاجيه. ده الضمان سبقتنا ناس كتير حتى في الشرق الاوسط. ايران كده ايران اللي احنا زعلانين منها قوي كده او بتاع كده. فاحنا كتبنا في هذا الموضوع كثيرا وتقدمنا ايضا لتتذكر بمشروعين، مشروع للتعليم وخصوصا للتعليم الجامعي اللي احنا نعرفه كويس ومشروع اخر اشترك فيه مش انا بس اشترك فيه الدكتور ابو الغار واحمد عكاشه والدكتور رشاد برسوم وكان في موضوع الصحه حضرتك اشترك يعني بحيث ان احنا نكتب حاجه يعني منضبطة بتمثل يعني هذه الأوراق اللي هي خاصة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي ومنظومة صحية لمصر كلها قدمت تفصيلا كتابة وشفاهة إلى مستويات مختلفة لأصحاب القرار بس. لكن هي بقى هل هناك إرادة للتغيير؟ أو صحيح الجامعة المصرية الحكومية أنا ماليش دعوة بالأمريكانية والبريطانية والحاجات دي ولا فروع الجامعات الأجنبية أنا بتكلم على الجامعة الحكومية المصرية اللي بيخشها 1.5 مليون ل2 مليون اللي هم يمثلوا الكريتيكال ماس تعلموا كويس تعمل أبحاث نعيش جامعة الحق نعيش جامعة فؤاد الأول مرة أخرى هي الجامعة الحقيقية
اللي قال عليها الدكتور لطفي السيد الجامعة ليس للتدريس، الجامعة للبحث العلمي. لو كانت في التدريس فقط فلقد أصبحت مدرسة ثانوية. الجامعة للتدريس من خلال البحث العلمي، لأن في واحد اسمه فيرمي عالم فيزياء بتوالي قال التدريس دون البحث العلمي كشرب من الماء الآسن. بتقول هو كلام، هو كل سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة. فإن شاء الله يعني التآخي مع جامعات أجنبية لن يفيد دون تغيير قانون الجامعة. التآخى مع جامعة أساتذتها متفرغين، وأنا مصيع يعني مش كويس. طب إيه الفكرة بقى؟ يعني إيه الفكرة؟ أساتذة يعينون ويترقون للأبحاث المبتكرة. طب أنا يعني أظن تأخي بين شيء أي غير متكافئ نتأخى. بص ونعيد الشاف أمريكا ليه؟ طب نشوف اللي هنتأخى معاه ده بيعمل ايه؟ هو كويس ومن خلقهم وفترتيب شنغهاي ممتاز. سيبكم من الترتيبات التالية اللي بتطلع دي، هو شنغهاي بس. طيب نعمل ازاي؟ عاوز تتأخى مع مين؟ حاضر مع جامعة حيفا. نعمل زيهم شوف بيعملوا ازاي. وانا ما خلينا بقى في الحتة جامعة حيفا 34 ترتيبها 34 ترتيبها 34 قبل اي جامعة فرنسية. بس ماشي نعملوا ايه؟ نقوم على طول نطلع لان في مصريين ممتازين يعني في، الا اذا كنا بقى تفكيرنا نازي. لكن يعني الانسان في كل حته كويس. كنا زمان الراجل اللي مش يعني العبيط كده مش قوي يقول عليه هندي. الله ده شوف الهندي دول بقى الهندي ده حاجه جامده جدا، لان اكتشفوا ان التعليم والبحث العلمي هم الطريق الصحيح للتنمية البشرية والاقتصادية. بس هو كده. استاذ احمد المسلمي مساء الخير. انا هتكلم ثلاث دقائق بالكثير. عده نقاط. الاولى احنا جايين وفي ذهننا تكريم الدكتور محمد غنيم، في الواقع انا جاي اكرم نفسي وكنا بنكرم نفسنا نحن نكون في حضره الدكتور محمد غنيم. النقطة الثانية، الدكتور محمد غنيم قال إنه عايز أسئلة، وأنا مع الدكتور علاء مش هنقول أسئلة ومش هنناقش، وجايين نقول رسالة. إحنا بنحبك وإحنا بنحترمك، بنقول لك شكرا على ما فات وشكرا على ما هو قادم بإذن الله. النقطة الثالثة اللي حضرتك انتهيت إليه موضوع الجامعات المصرية. قريت مؤخرا كتاب رائع لأستاذ علم اجتماع علم في جامعة كولومبيا، ترجم إلى العربية بعنوان جامعات عظيمة. قصته إن قصة هارفارد وستانفورد وكولومبيا وهذه الجامعات هي قصة أمريكا، وإنه المعادلة النهائية جامعة عظيمة تساوي أمة عظيمة. وبالتالي الفكر اللي سيادتك تفضلت به هو الفكر الذي انتهى إليه هذا العالم، من دون جامعة عظيمة لا مستقبل عظيم. النقطة الرابعة، الأهرام زمان يوم الثلاث من كل أسبوع الصفحة العلمية، واتعملت على غرار صحيفة نيويورك تايمز، وكتبت يعني في فترة كانت منافسة تقريبا لصحيفة نيويورك تايمز في متابعة حركة العلم. دلوقتي للأسف لا صفحة التلات ولا مجمل صفحات في الأهرام، ولا يوجد ما يسمى الصحافة العلمية، ولا تقديم العلوم ولا تبسيط العلوم. عشان كده لما يجي مفكر كبير وطبيب عظيم زي دكتور محمد المخزنجي ويجدد مسيرة تبسيط العلوم والكتابة العلمية والكتابة المعرفية الرفيعة، فقطعا أنا وغيري بنحييه الحقيقة أنه بيجدد هذا الإبداع اللي هو في حالة كساد منذ سنوات طويلة.
والنقطة التالية، دكتور محمد غنيم هو ليس طبيبا ولا سياسيا ولا مثقفا ولا إنسانا فحسب، لن يفكرنا بمستوى الفارابي وابن سينا العالم الموسوعي. فموسوعية الدكتور محمد غنيم يلحظها الجميع. والنقطة التالية، حضرتك لم تكن أسير سطوة وتوحش العاصمة، وكأن مصر هي القاهرة وما خارجها أرياف وأقاليم وفلاحين ومزارعين ربما لا وزن لهم. فحضرتك لما تختار تذهب إلى المنصورة اللي هي تاريخ عظيم، لكن للأسف الشديد النخبة الحداثية القاهرية لسنوات طويلة رديئة صورت أن كل ما هو خارج القاهرة هو ريف، فلما تذهب إلى المنصورة وتجعلها عاصمة طبية لمصر وأن تضيء خارج الإضاءة المركزية، حتى تستحق منا كل الاحترام والتقدير. النقطة التالية، دكتور محمد غنيم أنا وغيري قرينا كتير عن علمه وعن مكانته وعن دوره وكنت منبهر، إنما يظل هذا الانبهار له حدود لأني لا أستطيع أن أقيم علميا ولا معرفيا ولا ما إلى ذلك. لغاية الدكتور أحمد زميل تشرفت بصحبته 20 عاما وكان الصديق الأقرب للدكتور محمد غنيم، كان رايح يزور جامعة المنصورة وقال لي بقى وقتها، قال لي انت عارف الدكتور محمد غنيم ده عالم عالمي وانه ابحاثه العلميه لا احترام عالمي، انت عارف انه مش مجرد اسم كبير في مصر انما ده اسم كبير في العالم. فانبهار الدكتور احمد زويل بالدكتور محمد غنيم ضاعف انبهاري اضعافا مضاعفه، انك لا تحظى بتقدير مثقفين او بسطاء مرضى او اصحاء اطباء او شعبيين، إنما كنت بتحظى بالتقدير أنت تعلمه لا حدود لك من الدكتور أحمد زويل. النقطة الأخيرة، في نقابة الأطباء وأنا للأسف يعني ما عنديش فكرة كبيرة عن أنشطة كثيرة من الناحية الثقافية للنقابة، هي فرصة لإطلاق صالون الدكتور محمد غنيم الثقافي لتقديم العلم والمعرفة. وأنا كنت أتمنى من مصر لو في إنتاج درامي وسينمائي محترم إن مسلسل الأسطورة، الأسطورة الحقيقية محمد غنيم، والأسطورة مجدي يعقوب، والأسطورة أحمد زويل، لكن لما يكون عنوان الأسطورة هو ما رأينا وليس الأسطورة ما ينبغي أن نرى، فإحنا في وضع صعب للغاية. لابد أن نصحح وضع الأسطورة، ولابد أن الدكتور محمد غنيم يأخذ المكانة المناسبة جدا لأجيال قادمة. وأختم بالقول، لما بقابل بعض الناس في دول عربية وليهم أنا بقدر دلوقتي حب العرب أو كراهية العرب، وهنا بقصد الأشخاص مش الدول، بمن يقدرون في مصر، في مصر. فإذا قدر إعلاميا سفيها أو كاتبا تافها أو فنانا رديئا، ففي هذه الحالة وامتدح هذا الإعلام السفيه وهذا الكاتب الرديء وهذا الشهير البائس، فأنا أدرك تماما أنه يكره مصر. وإذا ما قدر علماء ومفكرين وفنانين ومبدعين في الصف الأول، فأنا أدرك أن هذا الشخص يحب مصر. للأسف الشديد أضاء البعض في العرب على تفاهات في مصر وتواطؤوا على تقديم تحالف عديم الموهبة وإئتلاف الذين لا يعلمون. نحبك، نحترمك، نتمنى لك موفور الصحة والعافية، ودمت أستاذا عظيما وركيزة أساسية في القوة الناعمة المصرية. مشروع عظيم يبتدي حيث انتهى الآخرون. انتهى الآخرون فين؟ في كالتيك وحاجات زي كده من سنة 2000. المشروع سيد طالع جمدة من سنة 2000 لحين ثورة 25 يناير، فأعيد بعثه. وأنا كنت بقول دائما هو وليد الثورة، لكن تراجع الثورة أدى إلى انتكاسة بحكم محكمة جائر أعطى مرة أخرى ما هو ملكية للدولة إلى جامعة خاصة. فالآن في مبنى جديد بنحب نبني، حب الخرسانة، حب الخرسانة أوي، لكن يطالب مجلس الأمناء اللهم يدفع حق المباني ويوم هاتوا تبرعات، كما أن
الدولة تتسول. هذا مشروع مشروع قومي، مشروع للدولة، ويجب في رأيي أن تتبناه وتموله. إذا جت تبرعات خير تبقى المنديل اللي في الجاكيت، لكن الجاكيت ده من الدولة. أما بقى حكاية الأسطورة والإعلام وبتاع، أنت مسؤولين الإعلاميين، أنا المسؤول. كم صفحة كتبت على بلغار، على فكرة محدش يعرف البلغار ده مش حكاية إن هو بتاع دكتور أمراض نساء ولا سياسي ولا بيت في مصر اليوم. ده من أكثر الباحثين مصريين نشاطا وقيمة علمية. وأنا بقى مش بقوله كده الوقت، خلي بال حضرتك في حاجة حلوة، قول لي اسم واحد بالإنجليزي الثلاثي أكتبه أقول لك قيمته العلمية، بس اديني اسم بالإنجليزي النبي عن معروف مستهديه كويس. لا، هو في مقدمة الباحثين المصريين مش كلام. فكم واحد كتب على بلغار، وكم واحد كتب على محمد رمضان؟ يعني كم صفحة مثلا؟ ها؟ مثلا ما جاء الأسطورة محمد رمضان، مش رمضان اللي هو بتاع ده، ماشي. حتى المصريين بيتطلعوا إلى حاجة منور، يعني حاجة كويسة يتمسكوا بيها. شوفوا القهوة يوم ما محمد صلاح بيلعب القهاوي، ولو جاب جول الناس تصرخ، عاوزة حاجة. البركة في الإعلام بقى إن شاء الله، وكذا وكذا. ده احنا 14، احنا بننعقد يعني الصالون بينعقد مرة أو مرتين في الشهر، الخميس الثاني والخميس الرابع من كل شهر. احنا طبعا نتشرف ان اسم دكتور غنيم يبقى اسم الصالون بتاعنا، لكن احنا شايفينه أكبر من كده بكتير الحقيقة. الحاجة الثانية ان احنا مستمرين في النشاط بتاعنا، وان احنا مستمرين ان احنا نوصل صور أفضل بكثير لصور الأطباء وصور القدوة، زي الدكتور غنيم، زي الدكتور محمد مخزنجي، زي الدكتور محمد الغار، زي الأسد زيدنا كلنا، زي كل حضراتكم عليهم. طبعا الدكتور ناجي طبعا. احنا محتاجين بس عشان طولنا قوي، فاحنا ممكن في دقيقتين الدكتور صلاح وبعدين الدكتوره ليلى ونختم على كده، وبعد كده نحفل التوقيع. انا اشكركم النقابه، اشكر النقابه على الحضور، ولكن شكر خاص للدكتور محمد المخزن اللي هو خد المبادره. انا لا بكتب سيره ذاتيه ولا عاوز اكتب، يعني ما كنتش دي مطروحه، لكن هو الذي بادر، وبعدين هو الذي كتب وحلل باسلوب ادبي رفيع ومرتبط ايضا بمعرفته العميقه بعلوم الطب النفسي. فانا اشكرك يا دكتور محمد، ونشكركم جميعا، ويعني نشكر كل من اهتم بهذا المنتج الادبي اتصور. السلام عليكم. هي دائما سيره مظلومه فبما الحزينه ان هي في حضره الدكتور محمد غنيم. الدكتور صلاح نقيب اطباء شمال، نقيب اطباء شمال سيناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان بعد صاحب الصفحه الاخيره الطبعه الاولى والصفحه الاخيره بعد المدعوين. لكن الحقيقه طبعا باختصار شديد، انا يعني المال والبنون زينه الحياه في الدنيا. انا مش قادر اتصور ازاي حضرتك تخليه عن هذا النصف المال. كل طبيب احلام يفتح عياده ويشتغل، وكمان النص الثاني البنون، كل اساتذه الطب الا ما رحم ربي. الطب يورث ولا يدرس، كلهم ورثوا وعينوا ابنائهم معيدين واساتذه، مش كلهم يعني الا قليلا يعني. فكمان النص الثاني تقريبا تخليت عني. كمان الزوجه الكريمه ما قالتش ليه يا دكتور محمد احنا مش زي باقي الناس، فين الشريط بتاع مرايا
وفين الشريط عمرينا وفين مش عارف هو صنفناش في السنة دي في لبنان ولا في تركيا وهكذا. فأعلم أن أعلى أعلى درجات الجهاد هي مخالفة النفس هواء. فده اللي كان نفسي أسمعه من حضرتك. شكرا. أعتقد الدكتور ما أن فيها في الفلوس لها منفعة حدية بعدها ما ملهاش لازم يعني فيها توصل لنقطة و هعمل بيه. احنا عايشين في شقة نظيفة كويسة بناكل اكل كويس لابس لبس كويس لفيت العالم كله تقريبا ما اشتكتش من حاجة يعني الحمد لله. وبنصيف في الغرداء ما حدش يقدر يصيف في الغرداء زينا يعني مش لازم في الساحل الشمالي. وانا الفلوس برضو حتى ممكن تبقى نقمة يعني ممكن تشتري يخ تحاول تهرب بيه ما تعرفش ممكن او مثلا يعني حاجات. فانت عاوز ايه من الفلوس؟ ده السؤال. لابسين كويس اكلين كويس بعد كده التوريث. احنا كنا سياسيا بنحارب التوريث لا نستطيع ان نورث الانسان موقف يا استاذنا. وراجل ما جابش مجموع طب طب اعمل له ايه؟ اوديه رومانيا ورجعه ما تنفعش. وبعدين يعني طبعا لما ابنك ما يجيبش مجموع بتتضايق. وانا دايما عندي كده عسى الله تكرهوا شانه خير لكم. هو دخل سكه تاني وبقى كويس وبيقبض ما ياخد من اكبر ما ياخد زعلان ليه؟ وبعدين عافاني من السؤال اللئيم. انت هتدفع بتاع الدكاتره بقى خلي بالكم ولا وبتاع معلش اديله ناقص نص نمره الذهب خلي بالك يعني كده عافاني من السؤال اللئيم الحمد لله. السؤال الثالث تقول لي الزوجه ما سالتش في الجواز اسمه نصيبه يا معلم. كل الكلام اللي اتقال رائع. وانا دفعه محمد غنيم وكنا في الكليه يمكن ما تحسش انه موجود. هو شيء جدا في وسط اصحابه شله اولاد كلهم على فريق لكن ما كانش له دعوه باي حد ولا باي حاجه. ونجح وبقينا كدفعه نتابع نجاحه وكاطباء يعني نمجد طريقه اهتمامه بالمريض المصري اللي احنا كاطباء مفروض دي تبقى نمره واحد عندنا المريض المصري والدكاتره اللي احنا بنعلمهم والبحث العلمي. فهو غطى دول. وياريت يكون عندنا زي مركز الكلى في مراكز اورام ومراكز نساء والتخصصات التانية بنفس الطريقه. دي حاجه كده عامه. الحاجه التانية كنت هتكلم عنها لكن لقيته الدكتور المخزنجي اللي هو فعلا احب الموضوع واحسن تداوله وقدمه بشكل اثار جنرال انترست مش بس ما كانش موجود عند محمد غنيم لكن اصبح مطروح للناس انهم يفكروا فيه ويفكروا فيه اكتر. واهم نقطه بقى ان انا كنت عاوز اقول ان مش هقول 90% ولا 70 ولا 80 ولا اي حاجه ان ورا محمد غنيم سيده فاضله جدا 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 هي اللي شايلاه وسنداه في كل حاجه. فالحمد لله الدكتور مخزنجي بيقول ان هو لها دور ان شاء الله في الطبعه الثانيه او واتيفر نسمع عنها لان فعلا دي مثال الزوجه المخلصه المتفانيه. كان غنيم ده كل شهرين هي انجليزيه واهلها في انجلترا كل شهرين ثلاثه مسافر حته وراجع رايح وجاي رايح جاي وهي قاعده بالعيال قاعده بالعيال ما تروحش ما تروحش معاه مكان خالص. يمكن كل سنتين ثلاثه تطلع اسبوع تشوف اهلها وترجع. معلش برضه هقول نقطة في الآخر. والدته كانت مريضة جدا 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 قضت أيامها ولا شهورها ولا السنوات الأخيرة في بيتهم في المنصورة وجيل شايلاها وشايلة الدادة اللي كانت قاعدة بيها وقاعدة بغنيم وأخته. فجيل جيل لها دور كبير جدا ووراءكم راجل عظيم رائع. لا ده هما لقطوه هناك
دكتورة كريمة. انا محمد سلامه طبعا صوره كويسه اديتها له اديتها له بس بتاعت الشروق الحقيقه احنا له في الكوره فصل الالوان صوره كويسه بس لا يبقى في صوره احنا شكلها تاريخ اليوم تاريخ اليوم نعم هذا لا يا عم
ده حاجه صعبه. لا لا دي صعبه. مش هتقولي يا لولا ولا يمكن ابدا. الفكات ماشي حاجه حضرتك.